شنو اللي صار في المهدية؟ اللي صار في المهدية هو بيدو اللي يصير من عم نمشي ونخدمه وعرضنا في لاج موافق عليه وزارة الثقافة. أما فما حاجة أخرى صارت اللي فما نقابات حابين يمشيوا قانون على حساب قضية رأي عام واختاروا كلايم يعني اللي عندهم عام دوسي خديم ديجا هذيك هو اللي صار. شنو القانون اللي حبوا يمشيوا؟ القانون على حسب ما نعلم قانون معناها متاع معناها الجزر باش باش معناها حتى حد ما يتعدى على عون أمن. فهمتني؟ على حساب شكون؟ لازم الحكاية تكبر. الباجات نتاعهم أي حاجة تصير معناها يحكيوا حتى صغيرة. الشعب يموت عادي نورمال ما يتكلموش. اختاروا شكون كلاي اللي عنده معاه نفس الحكاية في 2013 عاودوه هي ما بدلوا الدات بركة والبلاصة. الأخرى 2013 حمامات هذايا 2017 مهدي. والقضية هذه سامحني ماخذ فيها حكم عدم سماع الدعوة. يعني انا باش يعاودوا يحاسبوني على قضيه القاضي اعطيني فيها عدم سماع الدعوه. بعد اللي صار في المهديه كي كملت الكونسير نتاعك ديجا في المهديه تعرضوا لك وضربوك تحكي لنا كيفاش صار خويا ساعه في وسط معناها العرض لما خويا ينسحب يعني ما خدمش خدمته كامل وما كفاهوش هذا انا معناها خارج دخلوا فينا بالضرب فرحوا بينا على الاخر. وأما حاجة بركة غادتني اللي حبوا يخرجوا جمهور المهدية هو اللي عمل لها جمهور المهدية اللي قاسس الكلاي باش أسمع أغنية الكلاي اللي يحكي فيهم هكاكا يجي قال لك جامع الأمن يعني هو قاسس باش يتفرج في الأمن. على الأقل عملت قولية عملت نورمال. بعد اللي صار في المهدية برشا حفلات ألغاو وقالوا اللي ألغاو الحفلات هذه الحفلات الكل ألغاو مش برشا حفلات 18 عرض نتاع كلاي في كامل تراب الجمهوريه ملغي من غير حتى امر لا من وزاره الداخليه لا من وزاره الثقافه. شكون خويا اللي عطاه الامر؟ الله والله اعلم. عايشين في بلاد من غير ما ياخذوا الاوامر ينفذوا تونا. اليوم زاد العرض نتاع كرتاج الغاوه لكن الغاء عرض كرتاج نهارت البارح الصباح. البارح الصباح في بالي باش نطلع. البارح في الليل ما نطلعش اليوم معناها ما فماش عرض. وقرينا في السيت بتاع موزايك تصريح لناصر قرويشي اللي هو تورنر نتاعك يقول فيه اللي انت مش تطلع ومن بعد ما طلعتش. شنو صار بين التصريح بتاع البارح الصباح وبين البيان اللي خرجوا مهرجان قرطاج؟ صار اللي هما معناها اتصلوا بالسيد الناصر القرويشي وقالوا له راهو كلاي باش يطلع يخدم. من بعد سمعت معناها النقابه قال ولي أنا مانيش باش نأمنوا حفلة كلاي إلا ما يجيوا يقابلنا. اتصال بينك أنت وياهم؟ ما صارش اتصال لليوم بيني أنا وياهم. اللي صارت المشكلة ياخذوا في حكايات وحدهم يخرجوا في حكايات وحدهم معناها اللي هذا يحكي اللي في راسه. أنا حابب واحد في البلاد عنده سلطة علينا احنا الزوز يسمع منا الزوز ويحكم. ما تفهم شيء عبارة زوز بيناتهم مشكلة اللي هذا يقول لك أنا خاتين. أنت كنت عملت رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة. شنو صار بعد الرسالة هذية؟ بعد الرسالة هذية زدت معناها تمنعت من كرتاج. يعني هو قال باش ننظر فيه الموضوع ما استناوش النقابات لين ينظر في الموضوع ومنعوني من كرتاج. أما في الظرف هذية كل الإدارة بتاع مهرجان كرتاج شنو حكيت معاك؟ شنو كيفاش؟ الإدارة معناها العرض كله تلغى ما فيه كلاي بيبي جي بلتي وأكرم كل معناها تلغى. يعني معناها عبارة سكروه معناها الموضوع ما فهمش. اللي أنا كان ما حضرتش للعرض مطالب باش نعطيهم معناها التعويضات وباش يتبعوني بقضايا عدلة. أما حقي أنا كذا منين باش ناخذوا الله أعلم. اللي تمشي له يقول لك أنا خاتيني برمشي شوف هذاك. شنو ناوي تعمل أنت توا في الموضوع هذا؟ نعرفوا اللي الحفلات تقريبا هي مورد الرزق نتاعك الوحيد معناها. يا ثامر كيما قلناها قبل. ديجا احنا كي بدينا فرانكلي عندنا محبة الناس ومعنا ربي سبحانه مصدر الصوارد مفقود لكن جديد ديما موجود. جيت بريود خدمنا فيها عملت بها حاجات بها في حياتي ولدارنا. اما بالنسبة للراب كيما عملناه من غير فلوس قبل وما عندناش ناس يحبونا هكا كيما نجمو نعملوه توا من غير فلوس ومعنا محبة الناس اللي يحبونا اكثر معنا مش باش نوقفوا معنا. في نفس الوقت برشا ناس تتكلم على يوتيوب اللي هو مورد رزق زاد للراب. يوتيوب في تونس براو مشيو القنوات المتخصصه في الحكايات هذيا راهو مش كيما 1000 فيو ولا مليون فيو في امريكا
مش كيما مليون فيو في تونس، في امريكا الفيو ب 8000 تونس، تونس ب 30 فرنك الفيو. يعني شفتم النوامر برشا هذوكم الحمد لله، واحد واحد معناها يقول معناها الحمد لله، ما مش كيما المبلغ اللي يغزروا له الناس في الشهر. نقول لك مليون ونص، مليون و800، زوز ملايين تسمى بها بها على زوز ملايين هذوكم نصور بهم كليبات، عندي ناس نسجل عندها، عندي ناس تصور لي كليبات، عندي معناها ايكيب معناها تخلص، يعني الفلوس نتاع اليوتيوب ماشيين في الكليبات معناها. هذا هذا خويا في هذا. اوكي، شنو هي البروجيات الجايين اللي انت باش تخدمهم؟ هذا الموسيقى ديما تكمل، وقلت لي اللي انت باش تكمل باش تكمل، ولا البوم مش اسمه هو باش مات دي باش مات. حتى في روحي اللي انا عملت حاجه بها في بلاد ما تقدريش، نورمال عادي معناها. شنو التيترويات الجايين؟ تترويد جايين باش نرجعوا اكثر من قبل، على خاطر جات بيريود معناها نحينا الكلام الزايد بحكم عائلات اللي تفرج فينا واللي باش يجيونا للمهرجانات. خدمنا عام ونص من بعد رجعنا تمنعنا كل عاده، نحينا الكلام الخايب عام ونص من بعد باش نرجعوا اكثر. رعتينا اكستريم جديد، اكستريم جديد ما ننصحكش وانا العديد وانا لقلقنا شيلونا يلا نحب النيكو ربطي وانت يفهم البيغ. مين التيترويت ويوتيوب واللي يصير هذا اللي يصير كيفاش تراه معناها؟ اللي صاير الكل ضربه تقويك ولا تراه حاجه تفشل؟ والله نشوف انا اللي نورمالمون حاجه صارت لي في 2013 وقويت بها صارت لي توا عباره عملوا لي زريقه نتاع فاكسان معناها اكيد باش توجعك دقيقه دقيقتين تتفش مش تزيد ما تمرضش اكثر المره الجايه وتبدا عارفهم هما شنو معناها محضرين وشنو حاسبين. اما حابب نقول حاجه كيما معناها على حسب ما يحكيوا هما اللي فما فصل من الدستور يحمي معناها الامنيين. انا زاد حابب نقول لهم اللي الدستور هو بيدو فما فصل يقول لك حريه التعبير. انا ما جيتش وسبيتك في الشارع، انا ما جيتش وسمعتك الكلام في الشارع، فما عمل فني اللي اسمه راب اللي حر اللي صارت عليه مشرف في 2013 وربحناها بعدم سماع الدعوه. هما عاودوا هي اللي مره اخرى معناها مانيش فاهم. كلا وليد تمن بالدستور مش قلت لنا مع بوليسكم مع قضاكم مع ادريكم يا خويا ما هو مع دستوركم مع الكل هذيك في 2013 وقلنا لهم بعد غدوه خير. احنا معناها حابين الخير ما حبوش هم يعني باش يرجع دستورهم وهذوكم الكل مع بعضهم معناها. اما انا كي شفت الحقيقه في عام ونص شفتهم اللي ولاوا خير، خاطر كلاي يطلع في مهرجانات ويخدم تتسمى خطوه كبيره في الحريه راه في تونس وانت شيء هذا تعرف. قلت غدوه خير، شفت شويه ذا وقلت غدوه خير، طلع سراب طلع غدوه مش خير ولا مش نرجعوا نحن مانيش خير على الاخر زاد ماني. قد ما يخنقوا كل عاده قد ما تخرج برشا موزيكا وردعونا بالقانون سنردعهم بالقانون. قلت لك راه شفتم الكونسيبت اللي في 2013 هزه هي بيدها وبدل الدات في 2017 الدات. فما برشا من الفان نتاعك ستانسوا بكلاي معين، فزت وقتها المريول نتاع لا اله الا الله وقالوا كلاي ولا داعشي سمعنا سمعنا. شنو هي الحكايه؟ الفازه هذيك اللي صارت نتاع المريول فما معناها كونسيبت كل اللي هي اسمها المتاهه، البوم معناها المتاهه. في اخر تيتر في المتاهه اللي ظهرت فيه انا بالمريول شنو نقول؟ هما في بالهم المتاهه جيست البوم نتاع معناها نتاع زيكا تسمعها. انا عملت لهم خلاصه، قلت لهم المتاهه هي الحياه وكتاب القران الحل اللي ربي خلق الدنيا وخلق معاها هذاك الكتالوج نتاعها باش تعرف تعيش به اوتوماتيكمون باش نظهر بالمريول هذاك. وكلاي كيما معروف حتى في تيتر وحوش اسيا بي كونتر المتراك ودعشوش. اما انت ما تجيش تقول لي نحمي فيك من الارهاب وتعمل لي انت اكثر من اللي يعملوا لي الارهاب. صاحبي سامحني زاد باش تحميني خدمتك وبشنو نقدك كي انت تغلط خدمتي زاد. والكل رانا في مصلحه تونس نصبوا معناها باش تقعد العباد اللي تسمع فيك وتبع فيك في البريود الجايه نوعدهم في الحركه هذه يعني الموسيقى. شنو الحكايه اللي باش تحكي لهم؟ شنو الموسيقى اللي باش تبروبوزيها لهم باش يعمروا راسهم يعني موسيقى؟ موسيقى كيما فما البوزيتيف كيما فما النيجاتيف كيما فما الهارد كيما فما الكلمه. والحكاية هذية يمكن باش تعاوننا أكثر علاش فما معناها سيجيات أخرين باش نحكيو عليهم. اللي معناها ما عادش السيركل نتاعنا حومة وبلاصة، لا السيركل نتاعنا توا سيستيم كامل اللي فيه برشا حاجات تجدد فقدت بهم. معناها السيستيم اللي يخليك ممنوع قبل معناها يجوعك من بعد يذوقك الفلوس نتاعه عام ولا عام ونص تخدم معاه
من بعد يقول لك اي انت مخير توا، يا اما حابب تاخذ الفلوس يا اما ترجع كما قبل. الفلوس وهما اكس وكما قبل، نحن بيدنا كما قبل، اما بشويه ثقيل البريود الاخر معناها.